مين بظهرك؟ ربنا. والله صدقيني ما بتخافي؟ في امور ممكن تتفاقم اكثر من اللزوم وتتبهدلي او ما بعرف تتوقفي؟ تعودت على البهدله. ايه؟ تعودت على البهدله. لا انا حياتي يا في اسم يا في محكمه يا في نيابه، خلاص بقى. الاول ما تعبتي؟ الاول لا ما بتعبش. عارفه ليه؟ عشان انا بعمل اللي انا بعمله وانا مقتنعه بيه، حتى لو كان غلط على فكره. ايه الرساله؟ يعني ايه الهدف؟ من ايه؟ من يعني انا برد عليه مثلا؟ روح على عندي دعاوي وعندي محاكم وروح على القسم واعمل واعمل واعمل، ايه الهدف؟ طب انا هقول لك على حاجه. ايه؟ هقول لك اكشن يعني؟ تعيش بفيلم اكشن، انا حاسه فيلم رعب. هقول لك على حاجه. انا دلوقتي ست مجنونه مش طبيعيه، خليكي معايا. وقلت ان انا هعمل برنامج ديني، اجتماعي ديني، الصحافه كتبته برنامج ديني، انا قلت اجتماعي ديني، يعني ابقى قاعده زي كده بس حاطه حجاب وجايبه الشوخ محاوره يعني. بيتكلم عن مشكله اجتماعيه والراجل بيفسرها من منظور ديني، حلو كده؟ ايه حلو. قلت ان انا بفكر اعمل كده. بفكر اعمل برنامج اجتماعي ديني. واحد راح قدم فيها بلاغ. انا بقى اللي ببحث بمشارك انك تفكري. انا هنا بقى، ايوه في بلاغ اتقدم فيا بس اتحفظ. انا هنا بقى ببحث على المشاكل؟ هلا انت كنت ولا واحد غاوي شهره ولا عايز تعرف؟ انت كنت ناويه بالفعل تقدمي هيك برنامج؟ اه مقتنعة فيه انت سما؟ ايوه. ايه المشكلة؟ سما يا جماعة لازم انا اوبن مايندد شوية. ايه اوبن مايندد؟ لا في حاجات ممكن بالفعل انت مجنونة. انت فعل مجنونة. بصي حاجة دلوقتي بايعة منها. لا بايعة منها، هربانة منها. بصي هل انا حد شاف البرنامج ده وحكم عليه ان الست دي ما ينفعش تقدمه ولا لا؟ ما حد ما شفتش حاجه. تصرفاتك وطريقه عيشك حد يحاسب حد على افكاره؟ احنا هنحاسب بعض على الافكار كمان؟ مش معقول. في محامين في مصر غاويين شهره. لما ينزل اسمه في خبر مع سما المصري او مع راغده شلهوب او مع اي حد مشهور هو كده اتشهر وراحت له قضايا. وغالبا بقت القضايا كلها كده دلوقتي. يعني اغلب الناس اللي عم بيقضوكي او يوقفوا وشك هن غاويين شهره بهالمعنى كتير. مفيش محامي اسمه محامي ليه اسمه معروف وتقيل وراجل كده يعني محترم مع احترامنا لباقي المحامين، ها؟ راح رفع عليا قضيه. مفيش ولا واحد، كلهم غاويين شهره والحمد لله القضايا كلها بتتحفظ لحد دلوقتي. بس معرفش ايه اللي ممكن اقوله في البرنامج بتتحفظ. بس مش كلهم يا سما، مش كلهم. كلهم لا لا مش كلهم. اسم انت عم تحكي عن تجربتك انت، يعني عن تجربتك. ايوه انا بتكلم عن نفسي. كتير في كتير اشخاص محامين يعني عرفت. طب ما انا ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه على فكره. أي. المحامين لا هنا حتى زي ما نعمم، حتى ما نعمم. المحاماه مهنه زي باقي المهن، فيها كويس وفيها الوحش. مثل كل شيء. انا بقول لك هاتي لي محامي من المحامين اللي هم معروف عنهم ان هو محامي كبير وليه اسمه وبيمسك قضايا مهمه، يدخل بقى في قضيه يعني حتى لو كانت لشخص صغير بس قضيه مهمه. انا رفع عليا قضيه. مفيش. لا انا هجيب لك اسم. طب يلا بس خلينا اعملوا سيرش.